رسالة لكل جالس منا، رسالة للمتحدث، رسالة للجالسين في هذا المكان، رسالة من يسمعني في خلف الشاشات، رسالة من يصل إلي هذا الكلام. لا تقنطوا بالرحمة الله، لا تقنطوا بالرحمة الله، لا تقنطوا بالرحمة الله. سبحانه، الله غفور، الله كريم، الله رحيم، رحمته واسعة ورحمتي وسعت كل شيء. لا تكون ورحمة الله وسعت كل شيء، لا تكون تذهب هذه الرحمة ولا تكون من هذه الرحمة. وسعت كل شيء، هل أنت من هذا الشيء؟ اللهم اجعلنا منهم، قلوا آمين. قال الله: إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. شوف الكرم. ذكر ابن القيم كلاما جميلا يسجل بماء العيون. الله، اسمعوني بقلوبكم يا محترمون، استغفر الله، لا إله إلا الله، يا محترمون، يا رجال، يا نساء، الذين في الخارج، أيها المتحدث، من ينقل هذا الكلام، من يصور، اسمعوني بقلوبكم، تكلم بقلبك أيها المتحدث، اطلب من الله الصدق، اطلب من الله الصدق. اللهم ارزقنا الصدق معك، اللهم ارزقنا الصدق معك، اللهم اجعل الكلام يخرج من القلب ويصل إلى القلب، اللهم اجعل حجاما لنا على النار، اللهم اجعله ضياء لنا في قبورنا، اللهم اجعله سببا لدخولنا الفردوس بعد رحمتك، قلوا آمين. اللهم اجعله سببا للنعيم الباقي في جنات الخلود. يا أحبة، الله يسترنا. سبحانه، كما جرينا بالخلوات كثير كثير، ذنوب ذنوب في الخلوات كثير، لم يفضحنا، هل فضحنا الله؟ هل فضحنا؟ لا. قال ابن القيم: الله يسترنا، الله قبل نادينا يسترنا. قال ابن القيم: الله يسترنا ثم ينادينا ثم يغفر لنا ثم يحبنا ثم يبدل ذنوبنا إلى حسنات. ما أكرمك يا الله سبحانك، ما أكرمك يا الله.